مشاركتنا إن شاء الله السنة في ملتقى الشباب القطري راح تكون جديدة من نوعها. طبعا راح نشارك في أول مرة القسم الجديد اللي هو الميكر سبيس، وأيضا في نفس الوقت راح تكون عندنا العديد من الورش المختلفة من ميكانيكا السيارات ومن صنع الدوائر الإلكترونية. أهمية مشاركة النادي العلمي أن نقدم هذه الأجهزة والمعدات الحديثة للشباب القطري، أن بحيث أن ممكن يستخدمونها ويتدربون عليها، ووجود سهولة في هذه الأجهزة والمعدات في استخدامهم اليومي أو في إنشاء مشاريعهم الخاصة في المستقبل. أحب أوجه دعوة عامة لجميع الشباب أن يزورونا في ملتقى الشباب القطري الثالث ليتعرفوا على أهم أحدث الأجهزة والمعدات اللي عندنا في النادي العلمي، وأيضا للتعرف على باقي المراكز الشبابية.